نجدد التحية مشاهدينا الأعزاء في هذه الجولة من الآن والتي نخصصها لمناقشة عدد من القضايا المحلية والعربية والدولية. نبدأها بهذا الخبر الذي ورد إلينا حاليا، حيث كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن شبكة دولية للإتجار بالبشر. في التفاصيل، في إطار اطلاع هيئة الرقابة الإدارية بدورها في حماية المجتمع من كافة صور الفساد، وطبقا لقرار السيد رئيس الجمهورية في أكتوبر 2017 بتعديل قانونها وموافقة مجلس النواب، تمكنت الهيئة من الكشف عن شبكة دولية للإتجار في البشر ضمت 20 متهم من المصريين والأجانب من جنسيات عربية وأوروبية لتورطهم في جرائم استغلال حاجة بعض السيدات وممارسة الضغوط عليهم للاشتراك في أعمال منافية للأداب وجلب مخدر الهيروين والكريستال والترامادول من تركيا والهند عبر المنافذ الجوية والبرية وترويجها على عملائهم من الشباب. وبالعرض على السيد المستشار النائب العام، أصدر سيادته قرارا بندب نيابة الأموال العامة للتحقيق في القضية، حيث أسفرت أعمال المراقبات السرية نفاذا لإذن النيابة العامة عن تأكيد الوقائع وتوثيقها. وقد صدر قرار بضبط كافة المتهمين وتفتيش مقر سكنهم وعملهم وأحد الكافيتريات المشبوهة بمنطقة المهندسين، حيث تمكنت فجر اليوم عناصر هيئة الرقابة الإدارية مدعومة بمجموعات من القوات الخاصة بوزارة الداخلية من ضبط المتهمين وكميات من المخدرات وجاري عرضهم على نيابة الأموال العامة. ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات عن تورط عدد كبير من الشخصيات وإحدى المطربات المغمورة التي أثير عليها جدل في الفترة الأخيرة. إذن نذكر بهذا الخبر العاجل الذي ورد إلينا، حيث تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من الكشف عن شبكة دولية للإتجار بالبشر تضم 20 متهم من المصريين والأجانب من جنسيات عربية وأوروبية تورطوا في جرائم استغلال بعض أو حاجة بعض السيدات وممارسة الضغوط عليهم للاشتراك في أعمال منافية للأداب وجلب مخدر الهيروين من تركيا والهند عبر المنافذ الجوية والبرية وترويجها على عملائهم من الشباب.